بعض المرضى في المستشفيات خاصة التي يعني كلهم عمليات أو شيء لا يصلون بحجة وجود الأجهزة الطبية يعني البربيش وغيره، هذا خطأ عظيم جدا. الإنسان دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحوج ما يكون إلى الله وهو مريض، يحتاج أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى، يكون قريبا من الله تبارك وتعالى، أحوج ما يكون المريض إلى الله تبارك وتعالى. فكيف يترك الصلاة بحجة أن عنده بربيش ولا عندك؟ الصلاة لا تسقط، لا تسقط الصلاة عن المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهناك أهل العلم يقولون إن الصلاة إنسان يصلي يسمونه فاقد الطهورين، الذي لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم لكن يصلي، فإذا عجز الإنسان عن الصلاة وهو قائم يصلي وهو جالس، إذا عجز وهو جالس يصلي وهو مضطجع، إذا عجزه على جنب فإذا عجزه على جنب يومئ إيماء برأسه، فإذا عجز أن يومئ برأسه يعني يصلي بقلبه بنيته أنه الله أكبر، يستشعر أنه قائم الآن، الله أكبر راكع سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ولو لم يتحرك منه شيء، ولو كانت النجاسات موجودة، لأن هذه رغما عنه. فهذا خطأ عظيم يقع فيه كثير من المرضى للأسف، وهنا يترك الصلاة بحجة أنه والله عندي بربيش، البول يخرج دائما، ما تنظفت. وعلى أهالي هؤلاء المرضى أن يتقوا الله فيهم، وأن يكونوا عندهم قريبين منهم يوضئونهم عند حاجتهم إلى الوضوء. مرات بعض المرضى يقول ما عندي أحد يوضيني، وين الأولاد، وين زوجته، وين بناته، وين أصدقائه، وين أقاربه، يأتون يحطون بينهم دور، أنت تجي الوقت الفلاني أنا أتي الوقت الفلاني، حتى يعني يعينه على قضية موضوع الوضوء. فإذا عجز ولم يجد أحدا يطلب من المستشفى أن يوفر له، إن عجز عن هذا أو لا يمكن يتيمم، فإن لم يجد التراب يتيمم ولا على الفراش. المهم لا يترك الصلاة، أما يخشى أن يموت وهو تارك للصلاة كيف يقابل الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المرضى أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعلى أهليهم أن يتقوا الله، وعلينا جميعا أن نتقي الله في هؤلاء المرضى من أقاربنا، أن نزورهم، أن نعلمهم، أن نحرصهم على صلاتهم، حتى لا يكونون بعيدين عن الله تبارك وتعالى. والله المستعان.